تشاهدون بعد قليل اللوح الطائر يحوم على نحو جيد فوق الماء. استعدوا للانطلاق. إنه فلاي بورد من سكاي للرياضات المائية، الابتكار الذي يتيح للباحثين عن الإثارة التحليق فوق الماء بقوة الدفع النفاثة. يستخدم فلاي بورد فوهة ذات تقنية عالية لنقل القوة من المركبات المائية الشخصية العادية، وتقوم بالإقلاع بعيداً عن الساطح من أجل القيام بمغامرة طيران مرتفع مثيرة للإعجاب. فريق ألعاب تكنولوجية سافر إلى مدينة لوروف في جنوب فرنسا لاستقصاء هذه اللعبة المائية ذات التقنية العالية. أصل هذا المفهوم كان في دماغ فرانكي زاباتا، مؤسس فريق زاباتا الفرنسي للسباقات، وهو فريق من متسابقي السرعات العالية بالمركبات المائية الشخصية، وقام زاباتا بالبحث في زيادة الحركات البهلوانية حرفياً. فرانكي زاباتا يتحدث عن شغفه بالرياضات المائية. أول فكرة لي عندما صنعت اللوح الطائر كانت وجوب تحويل ذلك من الرياضة، ولأنني أمضيت 20 عاماً بسباقات الزلاجات النفاثة، أردت بالفعل صناعة شيء مختلف. لذا فقد بدأت بالتفكير بخصوص مشروع جديد، وبدأت بالتفكير بخصوص شيء يطير فوق الماء، وبدا لي أنه أمر ممتع. بعد فترة متعبة من الأبحاث والتطوير، أصبح النموذج النهائي من فلاي بورد جاهزاً. تعرضنا للكثير من المشاكل منذ البداية. أولاً، وجب علينا معرفة إن كنا نستطيع أن نحصل على الضغط المطلوب لدعم أنفسنا فوق الهواء. لذا ففي البداية استخدمنا فوهتين صغيرتين، بحيث نحصل على توتر مقداره الصفر. بعد ذلك وجب علينا حساب التدفق والضغط المفقود عن طريق برنامج خاص، وهذه كانت أولى المشاكل التي واجهتنا، وقد استغرقنا وقتاً طويلاً لحلها. لقد كانت بالفعل مشكلة معقدة. جرت صناعته كاملاً يدوياً. تصميم فلاي بورد الحالي أصدر في يوليو عام 2015 وكان الأكثر رواداً. إنه النموذج الأكثر صخباً في الماء حتى تاريخه. مفهومه الحديث وتصميمه كانا من المستقبل. هذه الأداة كانت تستخدم الدفع النفاث كمصدر لطاقتها. يمكنكم الشعور بذلك، يمكنكم الحصول على هذه القدرة على الطيران، القدرة على الطيران التي حلمتم بها طوال حياتكم. يستخدم فلاي بورد قوة المركبات المائية الشخصية العادية ليرفع الوزن الخفيف ولكن المتين فوق الأمواج ويطوف به في الهواء. الدافع أو المضخة النفاثة متصلة بخرطوم طوله 16 متراً التي ترسل جميع طاقتها على نحو سريع إلى خارج اللوح، ما يرفع الراكب إلى الهواء. جرى تصميم وصناعة الفوهة باستخدام تقنية تقلل من الاهتزازات الصادرة عن الدافع للمركبة المائية أثناء الطيران. نحن محظوظون جداً لأننا عملنا مع صناعيين من ألمانيا، والذين ساعدونا على تطوير خرطوم خاص جداً باللوح الطائر، والطريقة التي يقوم بها بالتمايل مصنوعة ضمن الخرطوم، وهي تمكننا من الحصول على خرطوم ثقيل جداً وقوي جداً، ومن المستحيل تصفيحه لأنه يصنع كقطعة واحدة، ولكن مع تمايلات خاصة جداً، بحيث نستطيع صناعة التفافات حركية سهلة جداً بهذا النوع من الخراطيم، وهذا يحسن التجربة العامة للطيران فوق الماء. هناك ألعاب مائية أخرى تستخدم المبدأ نفسه، ولكن طريقة وتصميم فلاي بورد تستحقان الملاحظة. يستطيع فلاي بورد أن يرتفع 12 متراً. أي مركبة مائية شخصية بقوة 300 حصان تستطيع أن ترفع اللوحة في الهواء عن طريق ضغط الماء فقط. يجب أن يزن الراكب ما بين 45 إلى 135 كيلوغراماً للحصول على جولة مثالية. اللوح نفسه يتشكل من خليط من البلاستيك والألياف ليعطي الوزن الخفيف من ناحية الثقل والسرعة المطلوبة للقيام بمناورات الحركات البهلوانية. حتى الدلافين تغوص تحت الماء إلى عمق يقارب المترين ونصف المتر. صنع فلاي بورد بنظام التفاف معقد، ما يسمح له بالدوران والالتفاف في الهواء.
يجري التحكم في اللوح عن طريق أرجل الراكب من خلال نظام من النوابض التي تبقي اللوحة في وضعية عادية يمكن التحكم فيها بغض النظر عن الاتجاه الذي يستدير فيه الراكب. هناك ارتباطات خاصة مدمجة في حذاء اللوح لتبقي قدم السائق ثابتة أثناء التحليق إلى ارتفاع 12 متراً. في الوقت الذي يقوم فيه فلايبورد بالتفافاته الهوائية، تبقى المركبة المائية الشخصية بلا حراك وتعطي كل قوتها للطائر الذي يسحب مع اللوح. يمكن التعلم على المثيرات والأزرار لنصل إلى مرحلة الضبط الحسن للتحكم في السرعة على نحو دقيق، كل ذلك أثناء الحول. سيأخذ فلايبورد الرياضة المائية إلى ارتفاعات جديدة أثناء القيام بالانعطافات والسقوط الحر والغوص.